وقع محمد ربيع واداله عليها انذار فبرضه فاكرها له كويس واعتبر انه هيمثل تاني. علي رحمه كرات العرضيه خطيره من الجبهه اليمين وهدف تاني عملها علي رحمه وخدع محمد صقر. اعتقد واعتقدنا جميعا انه هيشتغل بالعرض, قلب وش رجله كان هيلعبها ببطن رجله بالعرض, غير القرار في اللحظه الاخيره وعملها بوش رجله الخارجي. اعتقد محمد صقر انها تكون عرضيه راحت طوليه لتصبح النتيجه 3-2 ونعيش فتره من اللحظات الحرجه في عمر المباراه. الخور في محاوله للتعويض والسد في محاوله للحفاظ على الانتصار, ولكن خلينا نكون واقعيين, الخور يستحق هذا الهدف.